دي دي اللي هتبقى في رمضان قبل رمضان، ودي اللي اعتقد اللي هي هت دي لقت يعني اوريدي. احنا لما حتى احنا مش كام يوم انتوا هنا في النقابه الجيزه دي كان ليها السبق ان احنا يعني الموضوع لسه ما بقالوش اسبوعين. ف ده السبق للنقابه هنا في الجيزه على اساس ان ان شاء الله باذن الله يكون في خير يا رب، ويكون اسهل زي ما انا قلت كده. احنا اخترنا الاسهل والاضمن والافيد. احنا بنشكر استاذ احمد الفديني. معانا المهندس ممدوح منسق الاعلامي لمبادره 100 مليون شجره، وكان هيقول لنا ايه هي الخطوات والهيستوري بتاع المبادره، ووصلنا لغايه فين دلوقتي، وايه اللي هيقدمه المبادره لنوادي نوادي المهندسين بالجيزه، يعني نادي البحر الاعظم ونادي 6 اكتوبر. عايزين نعرف المبادره هتساهم معانا في ايه. في البدايه خالص نحب بس نعرف ان المبادره دي ظهرت ازاي. اول من بعد كوب 27 طبعا كان في بروجكت كتيره معروضه في يعني ضمن توصيات المؤتمر المناخ، منها ازاي ان احنا نرموف الكربون، ازاي ان احنا نشيل الكربون. دي كانت نقطه. النقطه الثانيه ازاي المشاريع الخضراء اللي هي الهيدروجين الاخضر والحاجات دي، طبعا دي مشاريع فعلا مكلفه وبدات الدوله تشتغل فيها. المشروع اللي هو البسيط اللي احنا اللي اتاخد من رحم المبادره اللي هي 100 مليون شجر، اللي كان في مؤتمر المناخ كنا بنتكلم ازاي اهم حاجه نقلل الكربون ده. طبعا الشجر كلنا عارفين ان هو يعني بيمتص ثاني اكسيد الكربون الموجود في الجو، وبالتالي هو حاجه طبيعيه جدا. طيب هل مبادره ال 100 مليون شجره دي ظهرت من بعد مؤتمر المناخ على طول؟ لا، اللي هي من قبلها كان في قبلها مبادرات كتيره جدا ظهرت على الساحه، منها زراعة الأسطح، منها حلوان الخضرة، منها ازرع شجرة، يعني في 100 مليون شجرة، 100 نخلة، مليون نخلة، في مبادرات كتيرة جدا ظهرت على الساحة وناس كبيرة جدا في الدولة ما شاء الله عليهم يعني عملوا حاجات كويسة في الاتجاه ده. طبعا مبادرة 100 مليون شجرة مبادرة رئاسية. بعد كوب 27 على طول تم اعتماد المبادرة رسميا من برعاية وزارة الزراعة وحضور وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ولفيف من الوزراء، ان هم اعتمدوا ال 100 مليون شجرة كمبادرة رسمية بعد الكوب 27. طيب المبادرة الرسمية دي ايه اللي هيتنفذ فيها؟ او احنا الكلام على يعني على معلومات انا مجرد منسق على المبادرة. الموضوع ان في خارطة عمل وضعت الوزارة وضعتها، مجلس الوزراء وضعها، تمام، ان ال 100 مليون شجرة دول موزعين على المحافظات، يعني مثلا الفيوم 250 الف شجرة، مش عارف الدهلية 180 الف شجرة، ال 26 محافظة على مستوى الجمهورية موزع عليهم عدد من الشجر، تجمع المجموعة دي كلها يطلع ال 100 مليون شجرة، تمام، العدد الكلي للايه للمبادرة. طيب احنا برضو في من بدايه الهيستوري بتاع المبادره من قبل حتى مؤتمر المناخ كان انا والبشمهندس البديني والدكتور محمود ورحنا لمحافظه الفيوم على اساس ان احنا انطلقت المبادره من بعد جامعه الازهر، يعني جامعه الازهر تمنوها يعني بدايه ان دكاتره كليه الزراعه في جامعه الازهر ومنهم الدكتور جمال اللي احنا في انتظار ان هو يحضر ان شاء الله، يعني بدا ان هو يبقى عنده محاضرات توعيه لانواع الشجر الموجود. وطبعا برضه انا مهندس كهرباء، بس يعني ايه اللي انا فهمته من الموضوع ان هي كل الموضوع مركز في النباتات العطريه والشجر المهوجني والشجر المثمر بانواعه بقى. وبرضه في زي ما بمناسبه الشجر المثمر برضه في اجهزه زي جهاز مدينه 6 اكتوبر برضه كان ايه عمل يعني جزء من المبادره في ان هو ايه وزع شجر على المدن الجديده، بدل ما اللي هي الجنرال لاي اوت بتاعها
لا 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 ازاي؟ اكتوبر بلاش. كسروا الشجرة عندي بقى لها أكثر من 20 سنة أو 22 سنة قطعوها فلفل والله ما موجودة عند أي حد. لا ممكن مش بقى أنا هقول للأستاذ أحمد إحنا قاعدين شوية شجر في أكتوبر. أنا هقول لحضرتك أهو اولا برضو في نقطه مهمه نسيت اقولها ان في التعاقد اللي تم او اللي هو لما عقد في مجلس الوزراء اللي كان مفروض يورد الشجر هو الانتاج الحربي. الانتاج الحربي استاذ احمد عارف النقطه. الانتاج الحربي هو اللي هو اللي هو اللي واخد الموضوع كايه كتوزيع يعني كتوزيع يعني الماديات بتطلع من الانتاج الحربي هو المسؤول عن الشتلات دي في جميع المحافظات. فبالتالي مثلا رئيس جهاز رئيس الجهاز بيقدم للمحافظه يقدم للمبادره واخد شتلات تم توزيعها في سكن مصر ودار مصر. يعني سكن مصر ودار مصر لو حضرتك دخلتهم هتلاقي اولا السور الشجري تمام. السور الشجري ده كان في من دول يعني كان من ضمن التعاقد من ضمن التعاقد. انما الـ العمارات نفسها في المساحات البينيه اللي بينها تم توزيع شجر بمعدل كل عماره 4 شجرات. صدقني اللاند سكيب في التعاقد اللي ما بين العمارات ده موجود في التعاقد كلاند سكيب وان هم خدوا بدل ما يجيبوا هم ده موضوع تاني. لكن سكن مصر ودار مصر وجنة مصر مش هي دي اكتوبر. ايا كان بقى اكتوبر حاجات كتير ايا كان من مين التمويل بس هو في الاول والاخر ممكن. طب احنا لو عايزين عندنا نعمل ايه؟ انا ما انا احد احياء اكتوبر نعمل ايه؟ هي دلوقتي احنا قلنا الموضوع مركب للمحافظه يعني كل محافظه لها عدد. العدد ده مسؤول من المحافظ ومديريه الزراعه. حضرتك عايز بتقول نعمل ايه؟ ده سؤال بتوجهه للدوله او لاجهزتها ولا لينا احنا كمبادره؟ لا احنا كمبادره. لا كمبادره احنا حضرتك بتدعم حضرتك بالشتلات. خلاص ده بالنسبه لنا احنا. بالنسبه للدوله انا طبعا ما نقدرش نتكلم عن ولا حد يقدر. فانما حضرتك هو الخطه او الخطه المفروض تتعمل هي حضرتك او تتنفذ لغايه العام المالي 22 لغايه 6 هو حضرتك اكتر من 1.5 مليون شجر مثمر. واعيد تاني حضرتك على الشجر المثمر اللي هو حضرتك المنتج مش شجر الزينه واللي هو حضرتك لازم يكون اعلى من متر فله مواصفات كده معينه بحيث ان هو حضرتك عشان كده احنا بنتكلم في الشجر اللي ممكن يكون له عائد على الناس. يعني هو طبعا هيبقى صعب ان هو يتوزع على كل منطقه وهم هيعملوا ايه؟ هيبقى المحافظات كمحافظه هتاخد العدد بتاعه هو بقى هو كمحافظه هيشوف اولويات انهي مناطق اللي هي تستحق ان هو يتحط لها الشجر بس. لكن هو اعتقد ان هو صعب قوي ان هو يقعد يتفرع لغايه لما يوصل للمكان اللي هيتحط فيه الشجر. خلاص يعمل غابات بقى يعني في اماكن يعمل غابات يعني انا طبعا ما اعرفش انا هم هيعملوا ايه جنب الميه الجزء ده الدكاتره اللي احنا الجزء حضرتك انا ما اعرفش هم هيعملوا ايه بالظبط انما اللي انا اعرفه ان اللي هو اللي احنا شغالين فيه هو حضرتك ان احنا ان شاء الله باذن الله بالنسبه للشتلات وبالنسبه للحاجات دي احنا هندي باقصى قدر ممكن اللي عندنا. لان حضرتك انت عارف حضرتك ان دلوقتي المدن وحتى كمان اللي هي المفروض مش القديمه كمان المدن الجديده. المدن الجديده لازم يبقى فيها يعني الموضوع مهم يعني لان لو من غير الموضوع ده هيبقى الجو عندنا والطقس لا يعني مع الدكتور حسن احنا انا بشجر بنفسي يعني